بتعيط ولا ايه يا عبدو؟ سيبني في حالي. طب ومن غير ما اروح اشوف، انا لائق وانت لا يا فلاح. طب سيبني في حالي يا ابني. ما انا قلت لك انت ما صدقتنيش. انا عايزك بقى تاخدها جري لغايه ام بلدكو، تشوف لك تربه حلوه يا عبد تدفن فيها. انت عايز مني ايه؟ اللي نسيت اعمله يا حيوان؟ متخلف. سيبني في حالي يا احمد. ما تتكلمش يا ابني، ما الباشا ما يسالش. بس يا امين خضر ما تمدش ايدك عليه تاني. حاضر يا فندم. باشا ما يغركش سواكة الفلاحين اللي هو عاملها دي. انا اتهنت ومش هسيب حقي. ما خلاص يا شادي بيه، انتوا الاثنين ناس متعلمين ومحترمين. انا شايف ان انتوا تمضوا على محضر صلح ونخلص الحكايه. ماشي يا عبد الحميد؟ صلح ايه يا باشا؟ انت كده بتركب الاشكال دي عليه يا شادي بيه. الكلام ده ملوش لازمه. تعال عبد الحميد. يا باشا تعال عبد الحميد، امضي على المحضر. تضرب على قفاك وتعيط، وانا اقعد على الكرسي حاطط رجلي على رجلي، وبرضه مش هتدخل الخلفيه يا فلاح. بلاش يلا سعادة السفير. والله انا حاسس ان انت هتبقى سفير. لكل مجتهد النصيب يا ابني. دي رسالة الدكتورة كده بكتبها لواحد صاحبي، باخد عليها فلوس برضه. ليه بتعمل كده؟ انا خريج سياسة واقتصاد ومعايا ماجستير في الاقتصاد، وبتكلم 3 لغات، و4 سنين الاول على دفعتي، بس ما تعينتش معايا. هما صحيح رفضوه مرتين يتعين معيد في الكلية، بس هو دلوقتي قدم في الخارجية وهيبقى سفير. مش هيلاقوا أشطر منه. أنا عارف عبد الحميد. أنت مش حاسس بظلم عبد الحميد؟ حد بكفاءتك وشطارتك مش واخد حقه. أكيد حاسس، بس قررت إني ما أسيبش الإحساس ده يغلبني. أنت بجد عندك أمل تتعين ملحق تجاري في الصورة؟ أنا لائق وأنت لأ يا فلاح.